في قول الله تبارك وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إلى أي حد يستطيع الجن يتدخل في هذا الإنسان ويؤذيه؟ نعم، هذا ذكره الله جل وعلا في السحر. نعم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ثم قال رب العالمين: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فذكر قضية أنه قد يكون هو قريبا من الله. نعم. وفي الوقت نفسه عليه من علامات السحر ما عليه، هذا حق يوجد هذا، لكن نعم. إلى أي حد لا أستطيع أن أجيبك، لأن ما يقوله ما جاء في القرآن والسنة هل إذا اكتفينا به رددنا كثيرا من الأحوال المعاصرة، يعني ظاهر القرآن والسنة. فالقرآن ذكر سحر التفريق الذي منصوص عليه في الآية التي تلوناها. نعم. وذكر سحر التخييل يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. نعم. ولا أعلم في القرآن سحرا غير هذا، ولا أعلم في القرآن سحرا غير هذا. فقضية موسى مع السحرة كانت كلها تدور حول سحر التخييل، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. والمذكور في سورة البقرة قضية ما يكون بين الزوج والزوجة. نعم. وما بين الزوج والزوجة قسمه العلماء إلى أربعة أضرب، كأنه لا عدم قدرة الرجل على إتيان أهله، يبغض للرجل أهله، أو تبغض للزوجة زوجها، أو يحرمان نعمة الولد بقدر الله. وكل ذلك لا يتم إلا بقدر الله. لكنه قال، وهذا عين السؤال وهو يدل على حكمته، وربما يعرف أحدا من أهل الابتلاء، قد الإنسان ينبغي أن يعلم قاعدة من إحسان الرب إلى العبد، من إحسان العبد إلى الرب، أنه ينبغي عليه من إحسان الرب إلى عبده، أن العبد ذلك ينبغي أن يعلم أن الله ما كسره إلا ليجبره، وما ابتلاه إلا ليعافيه، وما منعه إلا ليعطيه، وما أماته إلا ليحييه، وما نغص عليه الدنيا إلا ليرغبه في الآخرة. فالذين يرون ما يرون من الابتلاء إنما ذلك ليزهدوا في الدنيا وتعظم رغبتهم في الآخرة، وهذا من إحسان ربهم إليهم. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا ما حررناه وقلناه، ومنه أن آدم عليه السلام أخرج من الجنة وذاق مرارة الدنيا وما فيها من نكد وشقاء حتى يعود يشعر بالرغبة العظيمة في العودة إلى الجنة. فهؤلاء المبتلون، وإن كان الأصل أن الإنسان يتمنى العافية، نعم، والحال لابد أن تختلف ما بين قبل الابتلاء وبعد الابتلاء. فقبل الابتلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنصح الخلق للخلق: يا عمّا سل الله العافية. فإذا وقع الابتلاء يظهر العبد لربه قلبا صابرا ذاكرا راضيا، كما جاء في قضية الغلام مع الراهب والساحر. فإن الغلام كان الراهب يقول للغلام: أما وإنك ستختبر فلا تدل علي. نعم. ونهاه أن يدله عليه، فلما وقع الغلام في شراك أولئك دل على الراهب، وهذا يظهر في المقام الأول أن الراهب فيه ضعف، لكن الراهب لما دل عليه وعذب وشق بالمنشار لم يرجع عن دينه. نعم. فأظهر صبرا وجلدا وثباتا على الدين ويقينا بربه، مع أنه في الأول لم يقل أنا سأثبت إلى غير ذلك، وإنما قال: لا تدل علي. لم يرد أن يتعرض للفتنة والبلد. فلما تعرض للفتنة وللابتلاء أظهر لله قلبا صابرا، أي وفقه الله. فهذا الحال قبل الابتلاء والحال بعد الابتلاء. الحال بعد الابتلاء. فهذا الذي يبتلى بالسحر ويمنع من زوجته، أو يظهر عليه أثر التعب والنصب من السحر وغيره، فهؤلاء في الأصل إن وفقوا يكونون قريبين جدا من ربهم، كما بينا: ما كسر الله قلوبهم إلا ليجبرها، وما منعهم إلا ليعطيهم.